تجيب منها خلي بالك من المعلومه دي عشان هتحل بيها كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم طلبه الصف الثاني ثانوي. ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنحل تمارين على الدرس الاول جبر المتتابعات. شرحنا الدرس ده قبل كده بالتفصيل وقلنا يعني ايه متتابعه. دي متتابعه يعني قيم صادات اللي طلعت لما كنا معوضين في معادله باعداد صحيحه موجبه، وكنا بنقول مجالها ان هو الاعداد الصحيحه الموجبه، وبنكتبها جوه زوج مرتب يعني قوس كده مش قوس مجموعه. تمام. نسمي الله كده يا باشمهندسين ونبتدي حل تمارين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الصعب ان شئت سهلا. بسم الله. المتتابعة الحقيقية هي دالة مجالها ايه؟ لسه قايلين الصحيحة الموجبة يا أستاذ، احنا بنعوض بالأعداد الصحيحة الموجبة. الحد التالي في المتتابعة ايه؟ يعني زي اكتشف النمط، واحد اتنين كده زود واحد، بعد كده زود اتنين، زود تلاتة، زود اربعة، اقوم زود خمسة، هيكون 16 يا أستاذ. اللي بعده الحد التالي في المتتابعة ايه؟ بص للبسط لوحده والمقام لوحده. 3 7 زود 4 زود 4 زود 4، ازود 4 يبقى فوق 19، على تحت 13، 10 بينقص 3، انقص 3 يبقى 1، يبقى الناتج طلع 19 اللي هو الاختيار بقى. اللي بعد كده بيقول لي الحد اللي ناقص هنا ايه؟ قلت له برضه هي اكتشف النمط برضه. 2 بقت 6 زود 4، بعد كده زود 6، بعد كده زود 8، بعد كده زود 10، بعد كده زود 12، بعد كده زود 14، يبقى ب 56. الحد العاشر في المتتابعه دي، انت فاكر ان دي متتابعه فيبوناتشي؟ 1 1 2 3 5 8 13 بيكون بدايتها من الحد الثاني، بيساوي مجموع الحدين اللي قبله. ماشي، يعني الاثنين هي 1 1، الثلاثة هي 1 و2، الخمسة هي 2 و3، الثمانية ثلاثة وخمسة، التلاتاشر خمسة وثمانية، بعد كده الحد اللي بعده تلاتاشر وثمانية واحد وعشرين، الحد اللي بعده واحد وعشرين وتلاتاشر أربعة وتلاتين، والحد اللي بعده واحد وعشرين زائد أربعة وتلاتين خمسة وخمسين. عد أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يبقى بخمسة وخمسين يا أستاذ. السؤال اللي بعد كده الحد الخالي من سين، يعني كل مرة بينقص ايه؟ قلت له بينقص 2 سين يا أستاذ ولا بيزود؟ لا بيزود 2 سين، كل مرة بيزيد 2 سين. طب ما هو الحد اللي بعده هيكون 6، يبقى ده الحد الأول، الثاني، الثالث، الحد الرابع يا أستاذ مش هيكون فيه سينات. مركز؟ كل مرة بينقص 2 سين. الحد السادس في المتتابعة دي ايه؟ حد سادس يعني يا أستاذ أنا كنت بعوض مكان النون بستة. معنى الحد السادس يعني حط مكان النون ستة، يبقى سالب واحد أس ستة، الأس زوجة هيشيل السالب، وهنا اتنين في ستة يبقى واحد على الاتناشر اللي هو الاختيار ده. طب الحد الرابع في المتتابعة دي ايه؟ يعني شيل النون وحط اربعة، يلا يبقى الحد الرابع بيساوي جذر اربعة على اربعة زائد واحد، جذر الاربعة اتنين على خمسة اللي هو الاختيار ده. لو كان الحد الخامس في المتتابعة بيساوي سبعة، يبقى انهي متتابعة من دول؟ قلت له بسيطة يا استاذ، تعال نعوض مكان كل واحدة النون فيها بخمسة، الاتنين في خمسة بعشرة، وواحد حداشر ما طلعتش سبعة، التلاتة في خمسة او التلاتة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين، ناقص خمسة بتساوي سبعين، مش نافعة. هنا خمسة زائد اتنين بتساوي سبعة، ايوه هي دي يا استاذ، هي دي اللي عوضت فيها وطلعت بسبعة. يا رب تكون واضحة. في المتتابعة ح نون، اذا كان حد نون زائد واحد بيساوي نون في حد نون، والنون دي كانت اكتر من او تساوي الواحد، اذا كان الحد الاول بواحد يبقى الحد التاني بكام؟ عشان اكون المتتابعة بعوض النون مكانها بواحد، واحد واحد اتنين بتساوي واحد في الحد الاول، بس الحد الاول بواحد يبقى الناتج واحد في واحد بواحد، يبقى الحد الثاني قيمته طلعت بواحد،
الناس ما فهمتش حاجة. بص يا هندسة، كل اللي عليك حضرتك بيقول لك النون أكتر من أو تساوي الواحد، تعال نكون المتتابعة، حط مكان النون واحد. قلت له يبقى ده حد اتنين بتساوي حد أول ناقص واحد. طب الحد الأول هو عطيه لك، بتلاتة، يبقى تلاتة ناقص واحد بتساوي اتنين. ماشي، عوض يا باشمهندس مكان النون باتنين. قلت له يبقى اتنين زائد واحد كده تلاتة بتساوي، هنحط مكان النون اتنين، اتنين ناقص واحد يبقى الحد التالت قيمته طلعت، الحد التاني باتنين، الحد التاني جبناه باتنين اهو، اتنين ناقص واحد دي قيمتها بواحد، يبقى الحد التالت طلع بواحد بس وخلاص، والموضوع انتهى. ماشي يا استاذ، نكمل. الحدود الخمسة الأولى من المتتابعة دي ايه؟ الحدود الخمسة، تعالى يا عم احمد نعوض لك أول حاجة بالواحد، يبقى واحد في واحد ناقص واحد طلع بصفر، عوض باتنين، اتنين في اتنين ناقص واحد تساوي اتنين، عوض بتلاتة، شيل النون وحط تلاتة، تلاتة في تلاتة ناقص واحد بتساوي ستة، عوض باربعة، أربعة في أربعة ناقص واحد باتناشر، وهكذا، يبقى صفر اتنين ستة اتناشر اللي هو الاختيار جيم. السؤال اللي بعده بيقول الخمس حدود الأولى من المتتابعة دي ايه؟ ماشي يا أستاذ، أنت عايز الخمسة الأولانيين، هنحط مرة النون بتساوي واحد، لما حطينا النون بواحد إيه اللي حصل؟ واحد واحد اتنين بتساوي سالب واحد أس واحد على تلاتة في الحد الأول، والحد الأول هو مديهوني بتسعة، يبقى سالب واحد على التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين. بعد كده هنحط مكان النون اتنين، اتنين وواحد تلاتة، انا شلت النون هنا يا شباب وحطيت واحد، هشل النون هنا وحط اتنين، سالب واحد أس اتنين على تلاتة في الحد التاني، والحد التاني قيمته طالعة بكام؟ بسالب واحد على سبعة وعشرين، يبقى هنا واحد على تلاتة في سالب واحد مقام المقام بسط، يبقى الناتج طلع بسالب تسعة. يلا يا باشمهندس نحط مكان النون بتلاتة، يبقى الحد يا أستاذ تلاتة واحد أربعة، سالب واحد أس تلاتة، بشيل النون وحط تلاتة، وهنا تلاتة من الحد التالت، سالب واحد أس تلاتة بسالب واحد على تلاتة في سالب تسعة، يبقى الناتج واحد على سبعة وعشرين. يبقى المتتابعة إيه يا باشمهندس؟ تسعة يا أستاذ وسالب واحد على سبعة وعشرين وسالب تسعة وموجب واحد على سبعة وعشرين، وهكذا وانت ماشي يا عم احمد. الاختيار ده فين بقى يا باشمهندس؟ الاختيار ده اعتقد يا استاذ ان هو ده قال. ماشي صح الكلام، نكمل. السؤال 14 يا باشمهندسين بيقول ايه؟ في المتتابعة دي تعرف تجيب الخمس حدود الاولى تاني؟ ماشي، نحط لك مكان النون يا استاذ واحد، واحد واحد اتنين، يبقى الحد التاني بيساوي الحد الاول ناقص واحد، يبقى اتنين ناقص واحد بتساوي واحد، نحط مكان النون اتنين، اتنين واحد تلاتة، يبقى الحد التالت بيساوي الحد التاني ناقص، هنحط مكان النون اتنين، اتنين الحد التاني قيمته بواحد ناقص اتنين بسالب واحد، هنحط مكان النون تلاتة، يبقى الحد تلاتة واحد اربعة بيساوي الحد التالت ناقص تلاتة، سالب واحد ناقص تلاتة بسالب اربعة، يبقى المتتابعة عبارة عن اتنين وواحد وسالب واحد وسالب اربعة، والحد الخامس اكيد هيبقى موجود اللي هو الاختيار جيم. يا رب تكون واضحة يا باشمهندس. السؤال 15، الخمس حدود الاولى من المتتابعة التي فيها الحد الاول بواحد والحد التاني باتنين وحا نون بتساوي حا نون ناقص واحد زائد حا نون ناقص اتنين، عوض عن النون برقم اكتر من الاتنين. اهو هو بيقول كده، قلت له يبقى النون لما تكون بتلاتة يبقى الحد التالت بيساوي الحد نون ناقص واحد التاني زائد الحد الاول، يبقى واحد زائد اتنين دي قيمتها بتساوي تلاتة. طب عايزين بعد كده يا استاذ الحد الرابع، لما نحط مكان النون يعني اربعة، اربعة ناقص واحد تلاتة، يبقى الحد التالت زائد اربعة ناقص اتنين اتنين، الحد الثالث بتلاتة زائد الحد الثاني باتنين، يبقى بتساوي خمسة، يبقى المتتابعة هي واحد اتنين
ثلاثة خمسة وهكذا، اللي هو الاختيار جيم برضو. السؤال اللي بعده بيقول إذا علمت أن، ركز في دي بقى، أن الحد النوني متتبع فيها، ها نون بتساوي حد أول زائد حد تاني زائد حد تالت وهكذا لحد ما توصل لنون ناقص واحد. لو كانت نون أكتر من الاتنين ماشي، تقدر تقول لنا حد أول زائد حد تاني زائد حد تالت زائد حد رابع زائد حد خامس ناقص حد سادس بكم؟ قلت له بص يا أستاذ، هو مش حضرتك أي حد أنت عاوزه بيساوي مجموع الحدود اللي قبله كلها؟ مش فاهم. بص حط هنا كده خمسة. قلت له حد خمسة بيساوي حد أول زائد حد تاني زائد حد تالت زائد، أنا بحط النون مكانها خمسة، خمسة ناقص واحد أربعة زائد حد رابع. هو بيقول لك أهو تنك اجمع لحد ما توصل للحد اللي قبله، نون ناقص واحد يعني الحد اللي قبله. قلت له فمعنى يا أستاذ حضرتك جايب دول حد أول زائد حد تاني زائد حد تالت زائد حد رابع زائد حد خامس، يعني أنت جايب الحد السادس. ليه؟ لأن الحد السادس هيساوي الحد الأول والتاني والتالت والرابع والخامس، لأن لو حطيت النون بستة يبقى هنا ستة وهنا كده هتطلع خمسة. أيوة، طب ما دول كلهم بحا ستة، يبقى حا ستة ناقص حا ستة بكام؟ بصفر. يا رب تكون واضحة دي يا شباب. يبقى حد نوني بيساوي حد أول زائد حد تاني زائد حد تالت لحد ما توصل للنون قبلها بواحد، يعني معنى كده ان الحد ده بيساوي مجموع الحدود اللي بعده او اللي قبله كلها. ماشي. بعد كده الحد العام في المتتبعة دي، يا أستاذ ده دي متتبعة ثابتة لان الحد العام بتلاتة، الخمس حدود الاولى هي ثابتة يا أستاذ، يعني هتبقى تلاتة 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 وهكذا. تكون المتتبعة تناقصية لو الحد السابق، يعني ده كان اسمه حد نون واللي بعده حد نون زائد واحد واللي بعده حد نون زائد اتنين وهكذا، بتكون تناقصية لو ده أقل من ده أقل منه، وبتكون تزايدية إمتى؟ بتكون تزايدية لو ده أكبر من ده. يعني المتتبعة التناقصية يا شباب زي إيه؟ خمسة أربعة تلاتة، دي كده تناقصية. التزايدية زي إيه؟ خمسة ستة سبعة وهكذا، دي تزايدية إنما دي تناقصية. تسمى المتتبعة التي حدها النوني أول يا هندسة ما تلاقي سالب واحد أس نون في مسألة متتبعة تذبذبية عدل، وش أول ما تلاقي سالب واحد أس نون، أول ما تلاقي سالب لأس على طول يبقى دي تذبذبية من غير وجع قلب. يعني ما بصش ألاقيك إيه تقول أنا هكون المتتبعة بقى حد الأول يبقى سالب واحد على الواحد يعني سالب واحد، هجيب الحد الثاني هشيل النون وحط اتنين يبقى واحد على ستة ناقص اتنين أربعة، هجيب الحد التالت يبقى سالب واحد لأن الأس فردي وتسعة ناقص اتنين سبعة يبقى سالب سبعة، يبقى سالب واحد وربع وسالب سبع وبعد كده بالموجب، ده دي تذبذبية. ما تعملش كده، أول ما تلاقي سالب واحد لأس تذبذبية وش. اللي بعد كده يا باشمهندس المتتبعة التي حدها النوني، ها نون بتساوي 2 على نون ناقص 1 حيث النون تنتمي للصحيحة الموجبة. تعال نشوف المتتبعة دي، تعال حط المكان النون 1 يبقى 2 ناقص 1 1، تعال حط مكان النون 2 يبقى بصفر، تعال نحط مكان النون 3 تلتين ناقص 1 بسالب تلت. ايه ده يا استاذ، دي متتبعة متناقصة. برافو عليك. السؤال اللي بعده، المتتبعة التي حدها ح نون بتساوي تلت أس نون زائد واحد، يلا حط مكان النون واحد يبقى تسعة، حط مكان النون اتنين يبقى واحد على سبعة وعشرين، حط تلاتة واحد على واحد وتمانين وهكذا، ده دي تناقصية يا أستاذ عمالة بتقل. واحد على تسعة جنيه تقسمه على تسعة وبعد كده جنيه تقسمه على سبعة وعشرين وهكذا، يبقى دي تناقصية. وفي ناس كانت تجيب حد نون زائد واحد ناقص حد نون ويشوف. المتتبعة ح نون بتساوي سالب واحد أس نون تذبذبية يا أستاذ، مش مكمل. ماشي.
أي المتتبعات تكون متناقصة؟ أنهي متتبع من دول متناقصة؟ قلت له تعالى نكون متتبع، عوض واحد يبقى سالب واحد وسالب أربعة وسالب تسعة، دي متناقصة يا أستاذ، جت من الأول. طب دي كانت هتبقى واحد واثنين وثلاثة وهكذا، طب دي كانت هتبقى واحد لأن بعوض بالواحد والاثنين بتمانية والثلاثة بسبعة وعشرين وهكذا. طب بعد كده عوض بالواحد تبقى باثنين والاثنين ثلاثة وهكذا بتزيد برضه. أي المتتبعات، أي مما يأتي يمثل الحد العام لمتتبعة متناقصة. متتبعة متناقصة يعني بتقل، تعال نعوض مكان النون، لو حطينا واحد هنبص نلاقيها بتزيد، واحد اتنين تلاتة بتزيد، واحد اتنين تلاتة بتزيد، هي دي يا أستاذ اللي بتقل. المتتبعة واحد أربعة سبعة حداشر ده دي غير منتهية يا أستاذ، ليه؟ لأنه حط نقط، إنما دي متتبعة منتهية، ليه؟ لأنه يا أستاذ في الآخر في رقم. طب المتتبعة دي إيه؟ قلت له أنت سبتها لي مفتوحة بتقول لي عوض بكل الأعداد اللي تقابلك، قلت له غير منتهي. يا أستاذ هي مش دي تزايدية؟ ما هو مفيش تزايدية هنا، ما تدكش في الاختيارات تزايدية. تمام نكمل. المتتبعة دي تكون متتبعة نوعها إيه؟ لما تعوض بدول. قلت له يا أستاذ أنا لما عوض بدول هتكون متتبعة منتهية، لأن أنت اديتني الأرقام اللي عوض بيها، قلت لي أنا عايز خمس حاجات بس، يبقى هي لها آخر. متتبعة تزايدية، ماشي. فيها مجموع الأربع حدود الأولى سين، ومجموع الست حدود الأولى صاد، فإن يا أستاذ حضرتك مش قلت إن هي بتزيد؟ أيوة، يعني مثلا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وهكذا. أنت بتقول الأربع حدود الأولى اسمهم سين، والست حدود الأولى مجموعهم صاد، مش مجموع الستة هيكون أكتر من مجموع الأربعة؟ يعني السين هتكون أقل من الصاد. السؤال 31، الحد النوني للمتتبعة دي إيه؟ بكل بساطة يا باش مهندس، عوض مكان النون في الحاجات دي كلها. لما حطينا 1 أس 2 بواحد، 2 أس 2 بأربعة، 3 أس 2 بتسعة، 4 أس 2 بستاشر. الناس اللي بتكره إنها تطلع الحد العام. السؤال 32، الحد النوني في المتتبعة دي إيه؟ قلت له يا أستاذ دي تذبذبية، يبقى لازم يكون فيها سالب واحد أس نون. أهي يا أستاذ، سالب واحد أس نون أول مرة هيطلع بسالب واحد لما تحط مكان النون واحد، وده هتطلع بواحد، يبقى سالب واحد في واحد بواحد، سالب واحد أس اتنين ده بموجب واحد، وهنا اتنين أس اتنين بأربعة، وهكذا. الحد اللي بعده، السؤال 33، الحد العام هنا إيه؟ تعالى نكتشف مع بعض. كان كل مرة بيزيد يا أستاذ يبقى هنا كده واحد نون ناقص الحد الأول ناقص الزيادة اللي حصلت واحد ناقص واحد، فمش هتفرق واحد ناقص واحد بصفر، فهيبقى فوق نون. طب وتحت واحد، كل مرة بيزيد واحد يبقى هنا واحد نون زائد الحد الأول اللي هو اتنين ناقص الزيادة واحد، يبقى هنا نون على نون زائد واحد اللي هو الاختيار بقى، أو عوض مرة النون بواحد واثنين وثلاثة وطلع القيمة. الحد العام هنا ايه يا أستاذ؟ واحد، واحد على عشرة، واحد على مية، ده كل مرة بيقسم على عشرة يا أستاذ. تمام، يبقى هنا كان واحد على عشرة أس نون. عايزين الرقم اللي قدامها، بنجيبه ازاي؟ الحد الأول على اللي اتقسم عليه، واحد على واحد على عشرة تطلع بعشرة، يبقى النتيجة عشرة في واحد على عشرة أس نون، يعني واحد على عشرة أس، ما هو دول يعتبروا مضروبين، في حالة الضرب بجمع الأسس، هنا أس واحد، يبقى هنا نون زائد واحد. مش موجود يا أستاذ أهو، واحد على عشرة اللي هو واحد من عشرة. طيب الحد النوني هنا إيه يا أستاذ؟ قدامك طريقين، لإما يا هندسة تعوض، لإما تكتشف أنت. لا تعال نعوض يا أستاذ أحسن، تعال نعوض عادي. أولا هنحط مكان النون واحد، واحد ناقص واحد صفر، وهنا بداية اتنين مش نفع، حط مكان النون واحد. اتنين ناقص واحد واحد، وهنا بداية اتنين مش نافعة، حط مكان النون واحد. اتنين قص صفر بواحد، ودي هنا اتنين مش نافعة، حط مكان النون واحد. اتنين قص واحد على الواحد فهل اتنين، حط مكان النون اتنين. اتنين قص اتنين باربعة على الاتنين فهل اتنين، وهكذا. يبقى هو ده هو الاختيار الصحيح.
يبقى أنت دلوقتي في اختر لو مدلك العلاقات عوض فيها وطلع القيم أسرع وأبسط. السؤال 36 بيقول الحد العام للمتتابعة ثلث نص 3 على 5 2 على 5 وهكذا، قدامي طريقين يا أستاذ، لا إما عوض وأجرب أشوف مين اللي هتديني الكلام ده، تعال نعوض، حط مكان النون واحد، واحد على الواحد يا أستاذ بواحد ودي ثلث، لا واحد على صفر مش نافعة، واحد على اتنين وهنا بداية ثلث، واحد على تلاتة وهنا بداية ثلث، تمام لما حطينا النون بواحد طلعت بثلث، لما تحط النون باتنين هتطلع بكام، لما نحط مكان النون اتنين هتطلع اتنين على اربعة بنص وهكذا. يبقى هو الاختيار ده هو الصحيح او ما فيش اللي هو اصلا يا استاذ. السؤال 37 الحد النوني لنص ثلث، الحد النوني لنص سدس واحد على اتناشر وهكذا، بنعوض مكان النون بواحد يا استاذ، حط هنا واحد تطلع بنص، حط اتنين تطلع بسدس، حط تلاتة تسعة زائد تلاتة، هي دي يا استاذ. جربت، انا جربت في الاختيارات وطلعت الناتج. الحد العام لمتتابعة الاعداد الصحيحة الزوجية الموجبة، الناس بتستعجل وتقول ان الاعداد الزوجية 0 2 4 6 8 وهكذا، يبقى دي يا استاذ اللي صح. استعجلت، قال لك ايه الموجبة، يعني عمر المتتابعة ما تكون بدايتها 0، تمام، عوض كده، لما جيت عوض يا استاذ طلعت ب 2 نون، لما حطينا نون بواحد راحت في 2 ب 2، 2 2 في 2 ب 4، 2 في 3 ب 6، 2 في 4 ب 8 وهكذا. انما لو كنت اشتغلت دي كانت طلعت معاك 0 و2 و4 و6 وهكذا، دي الزوجيه بس، انما لو قال لك الزوجيه الموجبه ما ينفعش تاخد 0. الحد العام لمتتابعه الاعداد الصحيحه الزوجيه الموجبه اكبر من 2، اكتر من 2 يا استاذ مش ما هتبقى 2 نون وزود 2، عوض كده يا هندسه يلا، لما عوضنا بالواحد بقت 2 زائد 2 4، ها عوض بالاثنين 4 و2 6، عوض 8 وهكذا، يبقى هو الاختيار ده الصحيح. كلها اسئله سهله ما فيش فيها اي حاجه. الحد العام للمتتابعه دي بايه؟ سالب 1 2 سالب 4 8 سالب 16، قدامك طريقين، لا اما تعوض لا اما تجيبه. طب لو عوضت يا استاذ بيبقى التعويض ازاي؟ اولا هي متتابعه نوعها ايه؟ دي تذبذبية يا أستاذ. تذبذبية يعني يكون فيها إيه هندسة؟ يكون فيها سالب واحد يا أستاذ. موجود؟ أيوة السالب ده موجود. موجود فين؟ موجود في باء وموجود يا أستاذ في دال، يبقى أنت عليك وعلى باء ودال. شوف كده باء عوض فيها، حطينا مكان النون واحد، أي حاجة أقص صفر بواحد يبقى ده راح مش نافع. خلاص يا أستاذ ما عادش قدامه إلا دال، عوض في دال. سالب واحد أس نون بسالب واحد في واحد، لأنها هتحط مكان النون هنا واحد، يبقى سالب واحد أس واحد في اتنين أس صفر، يبقى دي بسالب واحد، حط مكان النون يلا اتنين، سالب واحد أس اتنين بواحد وهنا اتنين ناقص واحد يبقى واحد في اتنين باتنين، حط مكانها تلاتة، سالب واحد أس تلاتة بسالب واحد وهنا اتنين أس اتنين بأربعة، يبقى الناتج سالب أربعة، يبقى هو الاختيار ده هو الصحيح. يبقى دي متتابعه تذبذبيه، يبقى لازم يكون في سالب لاس نون، لقيته يا استاذ موجود في ب وفي د، يبقى هي واحده منهم. جينا نعوض في ب بواحد واثنين وثلاثه ما نفعتش، جينا نعوض في د نفعت، يبقى هي دي. ولو انت كنت حابب تطلع المتتابعه كل مره بيضرب في اثنين هي تذبذبيه، يبقى سالب واحد اس نون في الضرب اللي حصل اس نون، هنا بنحط الرقم اللي قدامها الحد الاول على اللي بيضربه، ما باخدش الاشاره، في حاله القسمه بنطرح الاسس، يبقى سالب واحد اس نون في اتنين اس نون ناقص واحد. يا رب تكون واضحه. الحد العام في المتتابعه دي يا استاذ بص ده احنا هنعملها بايدينا، موجب سالب موجب سالب دي تذبذبيه، الاتنين دي ثابته وهنا زائد في سالب واحد اس نون، وتحت كل مره بيزود واحد يبقى هنا نون، الحد الاول ناقص واحد يبقى هنا زائد واحد. دي المتتابعه دور عليها يا باشمهندس شوفها فين، اللي هو الاختيار بقى. الحد العام في المتتابعه دي برضو كنت حلتها في الفيديو بالتفصيل،
كنا بنبص على الاثنين، نمسك الاثنين، كل مرة بيزيد واحد يبقى هنا نون، والحد الأول ناقص الزيادة يبقى زائد واحد في. هنا كل مرة بيزيد واحد يبقى هنا نون، الحد الأول ناقص الزيادة، كل مرة بيزيد واحد يبقى تبقى الاثنين. بس دور على دي يا باشمهندس الاختيار ده. السؤال 43، أي مما يأتي لا يمكن أن يكون الحد العام؟ قلت له يا أستاذ بص حضرتك، هنعوض مكان النون بواحد واثنين وثلاثة. لما عوضنا بواحد، سالب واحد أس واحد بسالب واحد في سالب بموجب واحد، هنحط مكان النون اثنين. سالب واحد أس اثنين بموجب واحد في سالب بسالب واحد. المتتابعة دي شكلها النمط، ماشي يا أستاذ. طب واللي بعدها؟ عوض يا باشمهندس بالواحد، سالب واحد أس صفر بموجب واحد، عوض بالاثنين، سالب واحد أس واحد بسالب واحد، شكله النمط برضه هيمشي يا أستاذ. طب هنا عوض مكان النون بواحد، جتا باي، جتا باي بسالب واحد يبقى سالب واحد في سالب واحد سالب، وجتا باي بسالب واحد يبقى النتيجة بواحد. حط يا باشمهندس مكان النون اتنين تطلع بسالب واحد، النمط ماشي برضو يا أستاذ. طب هنا حط مكان النون واحد يا باشمهندس، جتا باي بسالب واحد، حط مكانها اتنين بموجب واحد. دي اللي خلفت، هي دي اللي خلفت في الإشارة، يبقى الاختيار ده هو الاختيار الصحيح اللي انت عاوزه، اللي مش هيكون نمط المسألة دي. السؤال اللي بعد كده بيقول في المتتبعة 2 5 8 11 عايز الحد العام. قلت له بسيطة، الحد العام ممكن اعوض اشوف لك هو انهي واحد وممكن اجيبه. بيزيد 3 يبقى 3 نون زائد حد الاول ناقص الزيادة سالب واحد، يعني 3 نون ناقص 1 موجود. ولو كنت جربته كنت طلعته. طب انا عايز الحد ال11 عوض هنا في ال11، يبقى الحد ال11 3 في 11 ب 33 ناقص 1 ب 32. رتبه الحد اللي قيمته 59، يبقى الحد النوني اللي هو 3 نون ناقص 1 قيمته ب 59، يبقى 3 نون بتساوي 60، يبقى النون بتساوي 20، يبقى الحد ال20 يا استاذ. لما يكون عاوز رتبته قيمته بتساوي الحد العام بالقيمه وتطلع نون بس. السؤال 45 المتتابعه 2 4 8 16 كل مره بيضرب في 2 يا استاذ، ماشي، يبقى كان 2 اس نون. عايزين الرقم اللي قدامه، بنقسم الحد الاول على المضروب فيه، يبقى الناتج 2 أس نون، الاختيار ده. عايزين رتبة الحد اللي قيمته 128 في نفس المسألة. قلت له بسيطة، حضرتك انت عاوز الحد اللي قيمته 128، يبقى 2 أس نون بتساوي 128 اللي هي 2 أس 7. ما انتش فاكر؟ مش فاكر في طريقين 2. فعلى الآلة الحاسبة زرار اسمه فاكت، الزرار ده هتكتب 128 بتساوي وتضغط على فاكت هيدي لك 2 أس 7. الطريق الثاني انت مش عارف ال 128 كم أس كام، بتاخد لوغاريتم للطرفين، بتيجي يا باشمهندس كده تقوم جاي قايل له 128 انا هاخد لون الطرفين، يبقى النون بتساوي لوغاريتم 128 على لوغاريتم 2، هتطلع معاك ب 7 في الاخر، يبقى الحد السابع. طبعا دي كنت هتكتبها على الآلة الحاسبة. نكمل السؤال 46 بيقول الحد العاشر في المتتبعة دي ايه؟ يا أستاذ هو مش قسم هنا هو 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا، يبقى الحد العاشر ده قيمته جتا باي على 10. مش موجودة يا أستاذ جتا باي على 10 دي خالص. طب هات متممتها بقى، مش الجا بتساوي الجتا لو كان مجموع الزاويتين بيساوي 90؟ قلت له ايوه. قال خلاص، يبقى هنا جا بتساوي جتا لما يكون باي على 10 زائد سيتا بتساوي 90 اللي هي باي على 2، يبقى سيتا بتساوي، ده عايزين نخلي المقام 10، 5 باي على 10 ناقص باي على 10 تطلع ب 4 باي على 10 اللي هي بكام؟ ب 2 باي على 5. خلاص يا استاذ، يبقى جتا بتساوي جا 2 باي على 5، دي القيمة بتاعتها.
طب جت 2 بايعه 5 موجوده اللي هو الاختيار ده. يبقى امتى جا بتساوي جتا؟ لما يكون مجموع الزاويتين 90. انا حطيت الزاويه دي سيتا وقمت مطلع القيمه لاني ما لقيتش قيمه جتا باي على 10 هنا، ما لقيتش جتا باي على 10. لا اما تحسب جتا باي على 10 بكام على الاله الحاسبه وتقعد تجرب كل واحده من دول وتشوف النتيجه ايه. في المتتبع ح ن حيث ح ن بتساوي 3 ن تربيع ناقص 1 وح م ب 74 م بكام؟ يعني يا استاذ انت شلت النون وحطيت م وعاملها مساله يا راجل بتساوي 74. خلاص هات قيمه م، م تربيع بتساوي 75 على الثلاثة، عدد ده بإشارة مخالفة وقسمت على الثلاثة، يبقى الم بتساوي 5. بس يا استاذ ما تحط موجب او سالب يا هندسه، ده انت بتقول ان مجالها الاعداد الصحيحه الموجبه، يعني النون بتاعتك بدايتها 1، ما ينفعش يكون فيها سالب. ماشي يا ابو حميد. في المتتابعه حد نوني بيساوي ألف زائد نون ب، وكان الحد الاول بخمسة والحد الثالث ب 11. حد الاول بخمسة يعني ألف زائد ب، لما اشيل النون واحط واحد يعني بخمسة، واشيل النون واحط 3 ألف زائد 3 ب ب 11. بالطرح ألف ناقص ألف راحت، 3 ب ناقص ب 2 ب، 11 ناقص 5 بتساوي 6 ومنها ال ب ب 3. كده اللي جبت ال ب ب 3، عاوزين قيمة ألف، يبقى الألف ب 2، يبقى 3 ناقص 2 بكام؟ ب 1. دي القيمة بتاعتي، ب ب 3 وألف ب 2. المتتبعة دي عدد حدودها كام؟ طوله بسيطة. لو انت مش عارف ان هو بيربع كل مرة ممكن تعمل الحد العام عادي، ممكن تعمله عادي خالص، هو بيساوي نون أس 2 بتساوي 625، نون أس 2 يعني 1 أس 2 2 أس 2 3 أس 2 وهكذا، شيل أس 2 هات الجذر يبقى ب 25، يبقى عدد الحدود هنا 25 حدا. مش فاهم تاني ايه الرقم اللي عوض بيه طلع له 625؟ قلت له يا استاذ 25 اس 2 هي اللي ب 625. طيب ما هو ده النون، ده عدد الحدود. المساله اللي بعدها بقى والناس اللي مرعوبه منها، ناس بتخاف منها موت. خايف منها ليه يا هندسه؟ ده مساله كيوت. بيقول لك لو كان الحد الاول بيساوي 2 والحد النوني بيساوي حد النون حد 1 تربيع زائد حد 2 تربيع زائد حد 3 تربيع لحد ما توصل للنون ناقص 1. انت فاكر في اول الحصه خدنا مساله زيها بس كانت من غير اس، وكنا قلنا معناها ان اي حد انت عاوزه بيساوي مجموع تربيعات اللي قبله. اي حد انت عاوزه بيساوي مجموع تربيعات اللي قبله. اي حد ده هو معناه اي حد انت عاوزه بيساوي مجموع تربيعات اللي قبله. فانا هقول له يا استاذ الحد الثاني بيساوي الحد الاول تربيع، مش هو بيساوي مجموع تربيعات اللي قبله؟ يعني هيساوي 4 لان الحد الاول انت مديهولي. الحد الثالث يا ابو حميد بيساوي مجموع تربيعات اللي قبله. الحد الاول ب 2 تربيع ب 4 زائد 16 بتساوي 20. ماشي هات الحد الرابع يلا. الحد الرابع بيساوي الاول تربيع والثاني تربيع والثالث تربيع. تمام يعني بكام؟ دول كانوا ب 20 يا استاذ زائد 20 تربيع ب 400 يبقى 420. هات الحد يلا الخامس. الحد الخامس بيساوي الحد الاول تربيع والثاني تربيع والثالث تربيع اللي هو ب 420 زائد الحد الرابع تربيع. يا ما شاء الله طلع يا شباب ب 176820. هو ايه اللي جاب العلامه دي هنا يا شباب؟ خلاص يبقى القيمه دي هي الاختيار الصحيح. سؤال 51 بيقول لو كان الحد الاول بواحد ماشي وحد نون زائد واحد بكذا والحد الثالث بكذا تقدر تجيب لنا كف بكم؟ تقولوا نعوض مكان النون بواحد يا استاذ، يبقى حد تاني بيساوي 4 في الحد الاول زائد كاف. حد الاول بواحد يبقى ده ب 4 زائد كاف. الحد الثالث يا استاذ عشان هو اللي مديني قيمته هنعوض مكان النون باتنين يعني يبقى 4 حد تاني زائد كاف بتساوي 31. حد تاني ب 4 زائد كاف يبقى 4 في 4 زائد كاف زائد كاف تساوي 31. 16 زائد 4 كاف زائد كاف بتساوي 31.
خمسة كاف بتساوي 31 ناقص 16 كم يا باشمهندسين؟ 15. يبقى الكاف بكام؟ الكاف بتلاتة اللي هو الاختيار ده. أي الدوال الآتية تمثل متتبعة حقيقية؟ متتبعة حقيقية مجالها بيكون الأعداد الصحيحة الموجبة يا أستاذ. ده في سالب؟ لا. ده في كسر؟ لا. ده يا أستاذ ما خدش الأعداد الصحيحة الموجبة كلها، ده خدهم بالترتيب، يبقى هو ده. ده هو خدهم بالترتيب، ده ما ابتداش من أول الواحد، عشان كده دي مش نفعة. ماشي نكمل. المتتبعة بتمثل متتبعة ايه يا أستاذ؟ مش المتتبعة يعني قيم صد، وقيم صد ثابتة هي باتنين. ماشي يبقى اسمها ثابتة. تمام نكمل. أي الأشكال الآتية تمثل متتبعة؟ قلت له يا أستاذ تكون واخدة أعداد صحيحة. ماشي. ما تكونش واخدة صفر ولا سالب. شفت دي؟ واخدة إيه؟ سوالب. شفت دي؟ واخدة سالب. شفت دي؟ واخدة الصفر وواخدة اللي ما بينهم. دي مش نافعة خالص دي. خالص. يبقى هي دي. المتتبعة أو الشكل المقابل يمثل متتبعة. حدها النون بإيه؟ يا ما تقول يا أستاذ المتتبعة كانت إيه وخلاص. لما عوضنا بواحد طلع بواحد، لما عوضنا باتنين طلع بسالب اتنين، لما عوضنا بتلاتة طلع بتلاتة، لما عوضنا باربعة طلع بسالب اربعة، لما عوضنا بخمسة طلع بخمسة، لما عوضنا بستة طلع بسالب ستة. هي دي المتتابعة اللي مرسومة. ماشي هتعمل فيها ايه بقى؟ تقول يا استاذ ما دي تذبذبية اهي، مرة موجب مرة سالب، مرة موجب مرة سالب، سالب واحد أس نون، وبدايتي بالموجب يبقى سالب واحد أس نون زائد واحد، أو عوض فيهم وشوف مين اللي هيديلك المتتبعة. بس كده؟ بس كده. هي دي تمارين الدرس بقى اللي كانت عاملة مشكلة؟ آه شوية الأخرى دول يا أستاذ بس. ماشي يا باشمهندس، أتمنى إن أكون قدرت أفيدك ولو بحاجة صغيرة كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.